حبيبي ممكن اقعد عندك يومين ثلاثة بالكتير قوي، احسن مش لاقي مكان انام فيه ولا لاقي ارض تلمني. حبيبي صعبت عليا، اتفضل خش، بس هما يومين بس. يومين اتنين بس حبيبي، يومين اتنين مش هطول. شكرا حبيبي شكرا. خش اسمع. ايوه حبيبي. شايف الاوضه دي؟ الاوضه دي حبيبي؟ اه هتدخل تقعد فيها اليومين بتوعك. مش حبيبي، مش عايزه مشاكل ولا عايزه وش. ماشي حبيبي اتفضل. انا هقعد في الاوضه اليومين بتوعي بسلام بدون ازعاج، مش هعمل لك اي مشاكل خالص حبيبي. ماشي. انا بشكرك جدا حبيبي، شكرا حبيبي. انا هقعد في الاوضه اليومين بتوعي وامشي. ما تطلعش من الاوضه. حاضر حبيبي، شكرا حبيبي. حبيبي. نعم. ممكن اخد اوضة دي كمان؟ احسن اوضة دي صغيرة قوي عليا، مش عارف ارتاح فيها. اخد اوضة دي كمان معاها حبيبي. انت قعدتك طولت، اليومين بتوعك بقوا اسبوع. معلش حبيبي، مش هينفع. معلش حبيبي، الناس بتوعي لسه مهوش، وانا مش ضمن ظروفي. معلش حبيبي، استخمن شوية حبيبي. الناس بتوعك دول هيجوا امتى؟ هيجوا عن قريب ان شاء الله حبيبي. هيجوا عن قريب. ماشي. انا متشكر لك جدا حبيبي، انا متشكر لك جدا حبيبي. بس مش عايزه مشاكل. مش هعمل مشاكل حبيبي، انا قاعد بسلام وبهدوء. ماشي حبيبي، شكرا حبيبي، شكرا. حبيبي حبيبي حبيبي. نعم حبيبي. معلش، الناس بتوعي جايين في الطريق، ممكن اخد مكان ده كده استقبلهم فيه؟ معلش حبيبي. بص بصراحة، انت قعدتك طولت قوي وبوخت. معلش حبيبي، استعملني. لا ناس. مش هينفع. الناس جايين في سكة، خلاص هما جايين في سكة، هنقعد استقبلهم في المكان ده؟ المكان ده واسع وحلو. خلاص حبيبي، انت كده هتتسبب لي في مشاكل. معلش حبيبي، الناس جايين في سكة حبيبي. انتوا عرب واجب ضيافة كرم. اخر يوم ليه؟ معلش خلاص حبيبي، انتهينا. خلاص انتهينا. معلش حبيبي، معلش. ماشي. معلش حبيبي، معلش معلش معلش. ايه ده حبيبي، ايه ده حبيبي؟ انت قاعد هنا في مكان حلو كتير، سيبني قاعد بره في مكان مش حلو. انا هقعد معاك هنا في المكان الجميل الحلو كتير ده. هقعد معايا فين؟ انا هقعد هنا المكان ده. لا ما تقعدش هنا. لا انا المكان ده بتاع انا انت مكان ازاي بتاعك؟ لا ده بيتي، ده بيتي. المكان ده بتاعي انا، اطلع انت بره. ده بيتي، اطلع انت بره. المكان ده بقى بتاعي انا خلاص. بتاعي انا، ارضي انا، مكان ده بتاعي خلاص. بس حبيبي اسكت.